بالنسبة للمدارس الخاصة عندنا 28 مدرسة خاصة، 28 مدرسة خاصة. هناك تعليما مع السيد وزير التربية الوطنية، بعد ما يعني المفتشين شافوا بأن هناك برنامج رسمي لوزارة التربية الوطنية غير متبع كما ينبغي، وهناك يعني برامج أخرى دخلت ضمن، بالتالي هنا الوزير يعني اتخذ وفقا لتعليمات السلطات العليا اتخذوا إجراءات اللي داروا يعني التزام عند كل المدارس الخاصة هذه، كل يلتزموا بالقوانين التي تسير المدرسة الجزائرية. احنا الحمد لله ملتزمين، مضاوع على الالتزام، واعتقد انه ما عندناش اشكال في هذا، ونشكرهم انهم تفهموا الوضع هذا. احنا رانا واقفين معهم في هذه الامور، التلاميذ اللي حبوا يبدلوا من عندهم الى مؤسسات عالية، مؤسسات الدولة، سهلنا لهم الامور، ورانا مازلنا نسهلوا لهم الامور، غادي نقولوها باش ما الاولياء ما يتحيروش على اولادهم، رانا متكفلين بهم. هاي باش يطبق التعليمات، هنا الدولة راح تتخذ اجراءات، لان الامور واضحة، القوانين التي تسير القطاع راهي واضحة وضوح الشمس. وبالتالي احنا ما نتمناوش نغلقوا مؤسسات زي كذا، نتمنى انهم يلتزموا بالقوانين فقط. احنا رانا في تواصل معهم، حتى وزارة التجارة او مديرية التجارة راهي في تواصل في مراقبة الامور المالية، والامور هي ايضا قائمة بواجب، ونحن ننسق فيما بيننا في هذا المجال. هذا لحد الان راهم يطبقوا القرار حسب المعلومات اللي جاتنا مع المفتشين، راهم يطبقوا في القرارات، ما عندناش اشكال. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.